تحويل النص إلى فيديو مجاناً وباستخدام الذكاء الاصطناعي وبكل سهولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. معلش انا عارف ان انا بقيت اتأخر في التنزيل، واتأخرت جدا الفترة اللي فاتت، ولكن التأخير الفترة اللي فاتت ده كان له سببه، وهو ان انا عندي امتحانات. انا لسه مخلصتش امتحانات للأسف، ولكن دلوقتي ايه، انا عندي فترة راحة بين الامتحانات وبعضها، فقلت اعمل لكم فيديو عشان متزهقوش وكده. فياريت تدعموني يا جماعة والله، وتقدروا التعب اللي الواحد بيعمله عشان خاطركم ده، وتنزل دلوقتي تعمل لايك شير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تقول لي رأيك في الفيديو في الكومنتات، ولو عايز الفيديو الجاي يكون عن ايه قول لي برضو رأيك تحت، يهمني اعرف رأيك. فيديو النهاردة هنتكلم عن فكرة هي مش جديدة، انا عملتها قبل، وهي كانت اول فيديو عملته في القناة عندي هنا من 3 شهور تقريبا، اللي هو تحويل النص الى فيديو مجانا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجاب 10,000 مشاهدة واكتر من 400 لايك. واضح ان هو عجبكم جدا، فقلت ليه لا ما عدهوش تاني واجيب لكم فكرة جديدة بموقع مختلف غير موقع victory.ai. لو لسه ما اتفرجتش على الفيديو ده هحطه لك في اللاي اللي فوق، موقع قوي جدا، والفيديو ده جميل جدا وهتستفيد منه. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نحول اي نص او مقالة عندنا بالذكاء الاصطناعي لفيديو، وكل ده بشكل مجاني. طيب انا ليه اعمل حاجة زي كده، او ايه اللي انا بستفيده من كده؟ ليه تعمل كده؟ لان في ناس حابة تدخل في مجال صناعة المحتوى وتبتدي تكسب منه يعني عموما، ولكن بيتقابلها بعض المشكلات، زي مثلا ان هو ما بيعرفش يعمل مونتاج، او ما عندوش برنامج المونتاج، ما عندوش كاميرا او امكانية يجيب كاميرا او موبايل كاميرته عالية، ما عندوش مايك، يعني امكانيات كتير ومشاكل كتير بتقابله، ولكن كل ده يعني انتهى مع بداية الذكاء الاصطناعي. في فيديو النهاردة هو فكرته ان احنا هنحول النص الى فيديو مجاني باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن في اضافة جديدة هنعملها في الفيديو بتاع النهاردة. موقع النهاردة اللي هنستخدمه في الشرح هو movio. كل اللينكات المستخدمة في الشرح فيديو النهاردة هتلاقوا تحت في الديسكريبشن في رابط المقال اللي هسيبه لكم او في اول تعليق. هنبتدي ندخل على الموقع ده. زي ما انتوا شايفين ده كده الموقع فتح معانا. الميزة الإضافية اللي بيقدمها لنا الموقع ده في تحويل النص أو السكريبت الفيديو إنه بيضيف لنا أفاتار، أو بيخلي حد يقول الكلام المكتوب كأن إنسان حقيقي بيقدم الفيديو ده. لو أنت طبعا عايز تعمل فيديو يكون فيه إنسان بيقدم الفيديو، عايز تعمل فيديو يكون فيه صور بقى وفيديوهات وحاجات كده، اتفرج على الفيديو اللي أنا عملته بتاع بيكتوري اللي هسيبه لك في علامة الآي اللي فوق دي. هو برضو نفس الفكرة، تحويل النص الى فيديو مجانا باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن ده يعني لو حابب تعمل فيديو يكون فيه انسان، ده بيكون يعني بيزود التفاعل اكتر، بيزود المشاهدات اكتر. الموقع ده مدفوع ومجاني في نفس الوقت، فيه خطة تجريبية مجانية وفيه خطة مدفوعة. لو جينا نشوف برايسنج زي ما انتوا شايفين، هو كل شهر بيديك 24 دولار في الشهر، وفي البرو 180 دولار في الشهر. طبعا في الخطة السنوية بتختلف الأسعار. طبعا هو هنا الاشتراك بيكون على حسب انت عايز تعمل الفيديو مدته قد ايه، مع كل بقى طبعا ما تزود المدة كل ما قيمة الاشتراك بتزيد. يعني زي ما انتوا شايفين كده، كل ما قيمة الاشتراك زادت كل ما زادت مدة الفيديو. طيب احنا عايزين الخطة المجانية. الخطة المجانية اللي احنا هنشتغل بيها دي بتديك قد ايه وقت؟ بتديك فيديو لمدة دقيقة. طيب هو ده وحش ولا مش وحش؟ هو حلو لو انت عايز تشتغل فيديوهات قصيرة، يعني عايز تركز على تيك توك مثلا، انستجرام ريلز وفيسبوك ريلز، يوتيوب شورت، ده هيكون دقيقة كويس وجميل جدا معاك الصراحة. لكن انا انصحك ان انت تركز على الفيديوهات القصيرة. الفيديوهات القصيرة هي اللي هتحتل المجال بعد كده. المشكلة كمان ان انت بعد ما تخلص استخدامك للدقيقة دي، بعد كده انت بتضطر بقى تدفع علشان تستخدم الموقع تاني. طيب احنا هنحل المشكلة دي ازاي؟ هو ان احنا هنستخدم اكتر من حساب او اكتر من جيميل، بحيث ان احنا ناخد دقايق زيادة. طيب انا ما عنديش اكتر من حساب او اكتر من ايميل. بمنتهى البساطة هتروح على الموقع ده واسمه تيمب ميل، بيديك ايميل وهمي لمدة 10 دقايق. بعد العشر دقايق دول الايميل بيتحذف. زي ما انتوا شايفين هو طلع لنا ايميل اهو، هنيجي هنا ناخده كوبي بالشكل ده كده، وبعد كده نيجي على صفحة التسجيل بتاعة الموقع.
نحط الايميل اللي خدناه وبنحطه بيست، والتأكيد يعني ان الايميل ده حقيقي. هنروح نفتح الايميل بتاعنا الموقع تمبميل، هنلاقيه هننزل تحت كده هنلاقي خانة زي كده بالظبط كأنه ايميل حقيقي كده، اتبعتت لك الرسالة بتاعت الموقع. هتاخد رمز التفعيل بتاعك تاخده كوبي، تروح على الموقع تاني تحطه هنا بيست، تقول له تقول لك نيكست ستيب، هتختار له باسورد. ماشي يا عم، عشان انا كنت عامله سيف قبل كده، وتقول ده وكده تكون سجلت على الموقع بالشكل اللي احنا كلنا شفناه. دي كده الهوم او الصفحة الرئيسية بتاعتك، دي لو انت عامل فيها بروجكت، لو انت معاك لينك مقالة مثلا. دي الميزة كمان حلوة، تقدر تحطها هنا ويحولها لك لفيديو، تبدأ تقدر تعمل كمان حاجات كتير قوي. خلينا نبدأ نشوف الموقع ده ايه المميزات اللي فيه. هنيجي هنا عند تمبلت، زي ما انتوا شايفين دي عينة من الفيديوهات اللي ناس عاملينها على الموقع ده، او الموقع حطيتها يعني كده كترويج لنفسه. تقدر تعمل كل حاجة على الموقع ده، فيديوهات ترويجية، حملات إعلانية، حملات دعائية، حاجات كتيرة قوي. زي ما انتوا شايفين لو جيت وقفت على الفيديو ده شوية كده، ده مثلا حملة ترويجية عن الفالنتاين، ده عيادة الدكتور، ده كارت تواصل، ده حاجات كتير قوي. طيب احنا مثلا عجبني اي تمبلت من دول بتقف عليه تختاره بالشكل ده، تقول use this template. ده لو انت في تمبلت عجبك. في كمان اوبشن، طيب انا مش عايز تمبلت، انا عايز اعمل الفيديو الخاص بيا من الصفر. هتيجي هنا عند create a video، بيخيرك ما بين landscape اللي هو الفيديو 16:9 اللي هو الفيديو العرضي بتاع اليوتيوب، او البورتريه اللي هو بقى الفيديو التيك توك والانستجرام ريلز والفيسبوك ريلز اللي هي الفيديوهات الطوليه يعني. خلينا نختار بورتريه، احنا قلنا هنشتغل بالموقع ده على الفيديوهات القصيره. بنفتح مع بعض الموقع بالشكل ده، بتيجي تختار الافاتار بتاعك. يعني ايه الافاتار؟ الافاتار ده اللي هو الروبوت اللي هيقولك الكلام اللي انت هتكتبه له. يعني مثلا ممكن يبقى بنت زي ما انت شايف بالشكل ده، اهو زي ما انت شايف كده بالمتأمرة. ممكن يبقى ولد بالشكل ده، راجل كده حمش. ممكن يبقى مثلا ست عجوزة لو انت عايز مثلا، او راجل اعمال بالشكل ده، راجل اعمال كبير او راجل اعمال صغير، مديرة كبيرة في السن، وكذا نوع افاتار هتلاقيه موجود عندك في الفيديو. ممكن لو عايز محجبة برضو، في ادي محجبة او ممكن كمان محجبة، ممكن تعمله شخصية عربية او شخص عربي كمان برضو لو مش عايزه يطلع بجلابية ومش عارف ايه، ممكن يطلع بقميص وبنطلون. حاجات كتير وتصميمات كتير وافاتارات كتير ممكن تستخدمها. ده الافاتار. هتيجي هنا بقى لو عايز تضيف نصوص مثلا للفيديو بتاعك، ثواني خليني اكبر الشخصيه بتاعتنا بالشكل ده. هتيجي هنا تدوس تكست، هتختار من وسط النصوص دي لو انت عايز تضيف نص مثلا بالشكل ده. ممكن لو انت عايز تكتب نص تقول اد تايتل، اهو تكليك عليه بالشكل، تكليك عليه ضغطتين بالشكل ده، تكتب ايه مثلا هلو، وتكبر الحجم بتاعه شويه بالشكل ده كده. تقدر تضيف سب تايتل، وتقدر تضيف التكست، تقدر تتحكم في لون وشكل الخطوط او تستخدم الخطوط الجاهزه دي. طيب في كمان الاليمنتس او العناصر اللي عندنا. طب ايه الاليمنت دي؟ دي بقى عباره عن ايكونز، ستيكرز، او في عندك صور، في عندك فيديوهات. يعني مثلا انا ممكن اخد صوره زي دي واجي عليها كليك يمين واقول له سيت از ا باك جراوند، تقدر تضيفها كلاير جديده، تقدر تعمل لها دوبليكيت، تقدر تعمل لها كروب، تقدر تقلل التحكم في الاوباسيتي بتاعتها، تقدر تعمل لها ديليت لو مش عاجباك خالص. بس انا هحط الصوره دي كباك جراوند زي ما انتم شايفين الصوره اتحطت معانا كباك جراوند. ايه تاني؟ تقدر تحط الايكون بتاع التيك توك ديت مثلا، تحطها فوق كده بالشكل ده، او تضغط عليها كعلامه مائيه بقى، بحيث كعلامه مائيه عشان محدش يعرف ياخد الفيديو بتاعك. بس الموقع ده للاسف هتلاقي الفيديو في الاخر في علامه مائيه صغيره كده، احنا هنشيلها مع بعض وهوريك ازاي تشيلها. تابع معايا الفيديو للاخر لو مهتم ازاي تشيل العلامه المائيه. تقدر تضيف واتساب، تقدر تضيف حاجات كتيره قوي. نيجي بقى عند الحته المهمه وهي اللغه. الموقع ده بيدعم كل اللغات اللي انت تتخيلها، حتى اللغات العربي، حتى اللغات العربي بكل اللهجات العربيه. يعني في عربي سعودي، عربي مصري، وهوريك دلوقتي مثلا ايه. تيجي عند الخانه دي كده لو عايز تختار اللغه، دي كده كل اللهجات الامريكي او الانجليزي عموما، في انجليزي امريكان، في بريتش، في الهندي، في الاسترالي، في كذا طريقه للانجليزي.
ومن هنا بتختار النوع او نوع الشخص اللي بيقول لك الموضوع عايزه ميل او فيميل او تشايلد لو عايز، او لو عايز الاثنين في فلاتر لو حبيت تضيفها، تحب الطفل ولا منتصف العمر ولا شاب ولا عجوز، تحب اللي يكون الستايل بتاع الكلام او طريقة الكلام ايه، مثلا في اسلوب للكلام لو هتعمل اعلان اللي هو بيبقى تشويقي وكله حماس، في للجيمرز، في طبيعي، في كذا حاجة. احنا هنختاره ميل، ايوه، ونختار اللغة من هنا نخليها عربي. في عندك كل اللهجات العربي بقى، عندك المصري، الجزائري، الاماراتي، كل الجنسيات العربية حبايبنا طبعا من كل حتة. هنختار مثلا ايه اي جنسية نختار دي، مثلا نقوله سيلكت. في كمان ميزة حلوة جدا بقى في الموقع ده، وهي AI script by chat GPT. يعني ممكن تقول لشات جي بي تي مثلا هو مش اكتب لي سكريبت عني، يعني انت مثلا انت كتبت السكريبت بتاعك، خلينا نكتب ايه مثلا، نغير اللغه كده ونكتب. ماشي يا شباب، انا كتبت سكريبت صغير كده، كتبت سكريبت صغير كده زي ما انتم شايفين. نيجي نختار اي اي سكريبت باي شات جي بي تي كده، ده السكريبت بتاعنا. لو حبيت تعمله اقصر تختار شورتر، لو حبيت تطوله تخليه لونجر، لو حبيت تخليه ايه مثلا محترف اكتر، واختيارات كتيره. يعني تقدر تعيد كتابته، تقدر تضيف له التشكيل او حاجه زي كده. احنا نخليه مثلا ايه لونجر. تمام يا شباب، بتختار الاوبشن اللي انت عايزه من دول وبتدوس ابلاي. بعد كده بتختار سبميت، ده لو الفيديو يعني عجبك وخلاص وكله تمام. تقدر تضيف كمان ساوند افكت من الاليمنت، كنت هنسى، تقول له سبميت. بعد ما تخلص يا شباب بتقول سبميت، هو بيقول لك كده انت معاك 8 ثواني، استخدمت 8 ثواني وانت معاك دقيقة لسه. وكده خلاص الفيديو بتاعنا بيجهز، هو هياخد دقيقتين كده وبعدين نرجع تاني نشوفه مع بعض. كده يا شباب الفيديو بتاعنا هيكون خلص، نشوفه كده مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان في ترجمة من تحت في فيديو اليوم سنتحدث عن فيديو بالذكاء الاصطناعي. طب انا كده الفيديو خلص، لو عوزت تحفظه تعمل ايه؟ بترجع ورا خطوة قبل ما نقول له ده رجعنا الصفحة بتاعتنا، تيجي هنا عند داونلود فيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو اليوم سنتحدث عن شايفين. طب بالنسبة للعلامة المائية دي، بص أنت لو عندك برنامج مونتاج أو أي برنامج مونتاج تقدر تعمل زوم إن قوي بحيث إن العلامة المائية دي ما تبانش. يعني أنا عندي البريمير، لو حابين أعمل فيديو عن الموضوع ده لوحده هبقى أعمله لكم. عندي البريمير بعمل زوم شوية فالعلامة المائية دي مش بتبان. وفي كان موقع فيديو بكتوري دوت اي اي اللي انا عملته لكم اللي هو اول فيديو خالص، هسيبه لكم في علامه الاي اللي فوق، كنت شرحت فيه ازاي تشيل العلامه المائيه من الفيديو. وبس كده يا شباب، ده كان موضوع فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو عندكم افكار تحت في الكومنتات يا ريت ما تبخلوش عليا بيها وانا هحاول اعملها لكم. شكرا.